معانا بطلة أبطال مركز غير حياتك اللي خست 32 كيلو في 5 شهور، وهتحكي لنا تجربتها مع المركز. بدأت المركز من نص 11 مع الدكتورة، وأول حاجة جيت للدكتورة سمعت عنها كتير، والصراحة من أحسن حد أنا جيت له في حياتي، وهي غيرت لي حياتي بشكل سليم وبحالة كويسة. طيب قولي لنا على الخدمات اللي المركز قدمها لك. الخدمات اللي المركز قدمها لي، أول حاجة بدأت بيها من نصيحة الدكتورة الإبر الصينية، حاجة حلوة قوي بجد. شهية اتقفلت خالص، وجربت اللي هي إبر الأذن تحفة برضو، كانت حاجة جميلة. وطبعا الجهاز الإيطالي حاجة عظمة بجد بجد بجد، والكرايو والكافيتيشن وحاجات كتير بجد حلوة، وفعلا فرقت يعني، ما أقول برضو فرقت جامد جدا في شكل جسمي الحمد لله. تحب تقولي كلمة للمركز؟ طبعا تيم حاجة حلوة قوي، وناس حلوة جدا، وناس صحابي، وحاجة كده كأنك في بيتك بالظبط، ما فيش أي حاجة بتخليكي كأنك جاية بيتك والله، ما بشيلش هم خالص، والدكتورة صاحبتنا ومش دكتورة خالص، يعني بجد بحبها قوي. شكرا لك. ومعانا